هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. درس الكلمة اليوم بعنوان ملفت للنظر، كيف تصبح عبدا شريرا؟ كيف تصبح عبدا شريرا؟ يعني ما اقدرش اقول انه انا انوي النهارده انه اشجعكم ان تكونوا عبيد اشرار، ولكن القصد من هذا الدرس العملي والواقعي والمبني على أمثال السيد المسيح أن نراجع حياتنا، لأنه قد نكتشف ما قد اكتشفته أنه أنا في أشياء كثيرة أصنف كعبد شرير، ولأنه مش عاوز أستمر أن أصنف كعبد شرير درست هذا الموضوع وعاوز أشارككم فيه عشان كل واحد مننا يراجع حياته ويفهم تصنيف كيف تصنف السماء الناس على أنها عبيد أشرار. طيب، مثلي ومعلمي ومرجعي الأساسي هو السيد المسيح، فأنا عاوزكم تفتحوا معايا المثل الأول في طريقة أولى تستطيع بيها إذا التزمت بهذا المثل أنه تصنف كعبد شرير، وهذا التصنيف تجده في متى 24. افتحوا معايا متى 24 وعدد إيه 44. هنقرأ دي الطريقة الأولى اللي تستطيع بها إذا أنت أردت أن تكون عبد شرير، تعمل زي هذا العبد اللي السيد المسيح وصفه بأنه عبد إيه شرير. عدد 44: لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين؟ من هو العبد الأمين؟ الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. يبقى مين بالنسبة للسيد المسيح العبد الأمين؟ اللي يدي الإنسان، العبد اللي يدي الآخرين الطعام في حينه. هنا بيتكلم على طعام جسدي ولا طعام روحي؟ طعام روحي، لأن ما عمروش السيد المسيح كان مهتم اهتمام أساسي بالطعام الجسدي، لا، الطعام الروحي. فهنا بيتكلم العبد الأمين هو مين؟ العبد الأمين هو مين؟ اللي هو يدي الآخرين العبيد التانيين طعام الروحي في حينه. يعني إيه في حينه؟ يعني وقت ما في حد جعان توكله. طب أسأل سؤال، إحنا بنجوع كم مرة في اليوم؟ إحنا بنجوع 3 مرات في اليوم، في ناس بتجوع 2 مرات في اليوم، في ناس بتجوع 1 مرة في اليوم. المهم الناس بتتفاوت من 1 إلى 3 مرات، بس كل يوم بنختبر الايه؟ الجوع اذا لم ناكل. فمعناها انه هنا العبد الامين هو هذا الانسان اللي كلف من قبل السيد المسيح انه ما يتاخرش في اعطاء الطعام الروحي للاخرين بانتظام. اوكي، فاهم المفهومه دي؟ 45: فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه؟ هل أقامك أنت السيد المسيح أن تكون مصدر غذاء روحي للآخرين؟ نعم، أقام الكل. أنتم شهودي. السيد المسيح مش بيعتمد على ملائكة لتوصيل الحق، بيعتمد على مين؟ على بشر. البشر هم الأدوات لإطعام الآخرين. فالعبد الأمين بيعمل إيه؟ هو العبد الذي يعطي الطعام، يعطي المعرفة في حيني. يجي واحد يقول لي بس أنا شايف الوقت ده مش مناسب، أنا شايف الوقت ده إيه مش مناسب. كأنما قدامك إنسان جائع، وهل في قدامك أي إنسان مش جائع روحيا؟ في قدامنا أي حد مش جائع روحيا؟ كل الناس جوع روحيا، حتى وإن لم يعترفوا بالجوع الروحي هم جعانين روحيا.
ومحتاجين الغذاء. فإذا أنا أجي وعندي فرصة أعطي الطعام في حينه، ولكن أبص وأقول إيه، لا أنا مش شايف اللي قدامي جاهز، مش شايف اللي قدامي جاهز لاستقبال هذا الطعام، يبقى أنا كده مش بدي الطعام في حيني. كل البشر الأمامي بالنسبة للامتحان القادم، كل البشر الأمامي جياع، جياع مش عارفين أي حاجة من أي حاجة، فمحتاجين تغذية، محتاجين معرفة. يبقى العبد الأمين لا يجب أن يعطي الطعام في حينه، زي ما الرسول بولس كان يقول لتيموثاوس عز في وقت مناسب أو غير إيه مناسب. ما فيش حاجة اسمها لا الوقت ده مش مناسب. أمامك إنسان، أمامك إنسان، أنت الشخص الوحيد اللي يهوى وضعك في موقف تستطيع أن تعطيه الحق، وتتوقف وتقول إنه ده مش وقت مناسب، يبقى أنت مش هتبقى عبد إيه أمين. طيب عدد 46 بقى، اللي يدي الطعام في حينه للجياع يبقى إيه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، بتدي الطعام، بتدي المعرفة في حينه. عندك قريب، عندك صديق، عندك زميل عمل، زميل دراسة، زميل رياضة، زميل فسحة، زميل تسامر، عندك زميل، يجب أن تعطيه الطعام في حينه، لأنه مدام عندك فرصة يجب أن تستغلها. ويهوى يقول لك يا بخت، يا بختك إذا أنا بعت ابني ولقيتك أنه أنت بتقوم بهذه المهمة في هذا في بانتظام ومن غير أي تأخير. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. الأمين يقام على جميع الأموال، يبقى الغير أمين، هنشوف بقى الغير أمين يعمل إيه. عدد 48، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء، أهو كيف تصبح عبدا شريرا أو رديا، اعمل زي ما بيقول هنا السيد المسيح. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبي سيدي يبطئ قدومه، سيدي يبطئ إيه قدومه، يعني أنا مستعجل ليه أنا مستعجل، المواضيع لسه طويلة. دايما أتسأل هذا السؤال، إمتى هيجي هيرجع السيد المسيح؟ احنا نقول قريبا جدا، قريبا جدا، بس لما يجي بقى ما يكتفيش بالإجابة، طب قريبا يعني قد إيه؟ دي عقلية مين؟ العبد الشرير، يقول لك طب أنا مستعجل ليه؟ أنا مستعجل ليه أدي الطعام في حينه؟ ما سيدي مش هيجي فورا، مش هيجي في خلال 5 سنوات، مش هيجي في خلال 3 سنوات، مش هيجي في خلال 10 سنوات، طب أنا مستعجل ليه؟ أنا مش هطعم الغذاء الروحي في حينه لأنه ما فيش استعجال، أنا ليه مستعجل؟ هنا يقول لك إيه؟ عدد 49، فيبتدئ يضرب العبيد. أنا دي علمت معايا خالص دلوقتي. أي وقت أنت مش بتضي الطعام في حينه، يبقى أنت بالنسبة للسيد المسيح أنت بتضرب الناس. واحد يقول لي إزاي؟ إيه الربط؟ أهو يا إما بتدي الطعام في حينه، يا إما أنت بتضرب الناس. يعني إيه بتضرب الناس؟ يعني أنت مش سائل في الناس ولا يهمك الناس. في نظر السيد المسيح إذا أنت مش بتدي الغذاء الروحي للمحتاج في حينه، يبقى أنت كأنما بتضربه، كأنما بتسيء إليه، بتهمله إلى درجة الإيه؟ الضرب. فيبتدئ يضرب الإيه؟ العبيد رفقائه. يا إما أنت بتغذي، يا إما أنت بتضرب. إذا أنت مش بتغذي الناس اللي يهوى يضعهم في طريقك روحيا، يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتضربهم. وبعدين يعمل إيه هذا العبد الرديء؟ ويبتدي يأكل ويشرب مع السكارى. أسأل يعني هل الأكل غلط؟ هل الشرب غلط؟ بس هنا مين السكارى؟ أهل العالم. إذا أنا مش بديله الغذاء في حينه، أنا بالنسبة للسيد المسيح أنا عبد رديء وبضربه، لأنه أنا إذا مش بغذيه يعني بضربه، بسيء إليه، لأنه بحرمه من فرصة الحياة الأبدية. أنت لما بتحرم إنسان من فرصة الحياة الأبدية، يبقى أنت كده بتضربه، بتديله ضربة قاضية، بتديله ضربة قاضية. وبالمقابل بتعمل إيه كمان؟ مش بس بتديله ضربة قاضية لأنك مش بتديله الطعام الروحي في حينه، وبتعيش بقى مع أهل العالم السكارى، بتاكل وتشرب معاهم. يعني تصور يجي لك ضيف
يجي لك إنسان يهوى يحطه في طريقك واحد وهتأكل معاه وما تكلموش عن الحياة الأبدية، أنت ضربته بضربة قاضية، أضعت فرصة نادرة، وكده بقيت بتاكل معاه كسكران، زي ما هو سكران بهموم العالم، زي ما هو سكران بمحبة المال، زي ما هو سكران بمحبة كل شيء أرضي، أنت كمان انضميت إليه في السكر بدليل أنك لم تمنحهم معرفة الحق. يبقى الطريقة الأولى كيف تصبح عبدا شريرا؟ لا تعطي الطعام الروحي للآخرين في حينه، لا تعطي الطعام الروحي للآخرين في حينه، أنت كده ضربتهم وانضميت إلى السكارة بتوع الإيه؟ بتوع العالم. أرجو أن هذا المثل يكون واضح جدا لحضراتنا على الطريقة الوحيدة اللي نستطيع أن نتأهل بها نكون عبيد أشرار، إنه ما نديش الطعام الروحي في إيه؟ في حينه. وبعدين أرجع لعدد 44، لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لازم نبقى دايما مستعدين. طب مستعدين لإيه؟ مستعدين لإيه؟ أول حاجة مستعدين لعودة السيد المسيح، لازم أبقى مستعد لعودة السيد المسيح. قارنوا الآية دي مع تسالونيكي الأولى 5-4، لأنه أنا بيحصل التباس كتير ما بين هذه الآية وتسالونيكي الأولى 5-4، والناس بتسيء فهم هذه الآية اللي موجودة في تسالونيكي الأولى 5-4 لما بتدرس الآية اللي موجودة في متى 24-44. طيب هنا متى 24-44 تقول إيه؟ لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يعني معناها كأنما الآية دي بتقول لي أن السيد المسيح هيجي فجأة لكل الناس. فجأة لإيه؟ لكل الناس. لا أنا آسف، الآية دي مش بتقول كده. تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 4 تقول: أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم إيه؟ خلاص. يبقى المؤمنين مش هيتفاجئوا بعودة السيد المسيح. مين اللي هيتفاجئ بعودة السيد المسيح؟ اللي هم في الظلمة، اللي هم في إيه؟ في الظلمة. فيجب أن أكون دايما مستعد لإيه؟ لعودة السيد المسيح. ما عملش زي هذا العبد الشرير اللي يقولك إيه؟ لا سيدي يبطئ قدومه، وأنا مستعجل ليه؟ أنا مستعجل ليه؟ الكنيسة التي كنت تنتمي إليها يا قس نصر الله بيعملوا توقعات لعددهم في سنة 2060، في سنة 2060 بيقولوا في سنة 2060 هيكون عددنا 60 مليون. أسأل سؤال، إذا في كنيسة بتقول أنا عددي هيرتفع من مثلا 16 مليون النهاردة وفي سنة 2060 إلى 60 مليون، يبقى دي كنيسة مستعجلة على عودة السيد المسيح، ولا نفسها إنه السيد المسيح يبطئ قدومه عشان يزدادوا عددا؟ يبقى هذه كنيسة بتعطي الطعام في حينه ولا بتضرب الناس بعدم إعطائها الطعام؟ طيب دايما يجب أن نكون مستعدين أن نموت من أجل المسيح. أنا دي كل يوم في صلاتي أقول للسيد المسيح وأقول لأبي يهوى، أنا جدع جدا في الكلام، بس أنا بقول للسيد يهوى أنا مدرك إنه الكلام حاجة والعمل حاجة تانية، إنه أتكلم بين أربع حيطان بكل شجاعة وبكل مجاهرة عن السيد المسيح حاجة ومفيش وأنا مش معرض للموت، وإنه أتكلم بنفس الشجاعة عندما أكون معرض للإيه؟ للموت. فأنا هنا افتحوا معايا أعمال 21-13، أنا عاوز يكون عندي شجاعة بولس، شجاعة بولس إنه أكون مستعد أن أموت من أجل المسيح كما كان بولس مستعد أن يموت من أجل المسيح ومات من أجل المسيح بكل شجاعة. أعمال 21-13، فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يهوشو.
انتوا قاعدين تبكوا ليه وبتكسروا قلبي ليه؟ لانه هم تنبأ احد الانبياء انه اذا انت يا بولس رحت اورشليم هتربط وتقيد. وقالوا له من فضلك ما تروحش اورشليم. فبولس بيقول لهم انا مش بس ما يهمنيش اربط واقيد، انا جاهز اروح اورشليم اموت من اجل السيد المسيح. عاوز اقولها احبائي، انا هذه اللغه لم اسمعها من اي منبر من منابر الكنائس التي كنت احضرها. انا درست وتخرجت وعملت وحضرت اجتماعات كثيره، وما فيش مره من على المنبر يكون في دعوه لتشجيع الناس ان تموت من اجل السيد المسيح، لانه اول ما واعظ يتكلم مثل هذه العظه هيقولوا له السبت الجاي ما تغمناش، ما تجيبناش المواضيع المؤلمه دي والمؤذيه اللي تطفش فيها الايه الناس والاعضاء، تيجي تكلموا على الموت. لكن بولس هنا بيقول لنا انا مستعد اموت من اجل السيد المسيح. يبقى العبد اللي هو بيدي الطعام في حينه بيعمل ايه؟ مستعد في اي لحظه ان يموت من اجل المسيح. عشان كده مش همه يتكلم مع اي حد في اي وقت عن السيد المسيح، مش بيقول لا ده وقت مناسب او مش مناسب، او هيفتكروا ايه فيا، هيقولوا ايه عليا. يقولوا علي ما يقولونه. انا مستعد ان اجاهر من اجل السيد المسيح حتى الموت. ده اذا ما كناش عاوزين نكون عبيد ايه اشرار. يجب ان نكون مستعدين لطعام الرعيه، الطعام الروحي. طبعا افتح معايا بطرس الاولى 5:3 وهقرا لكم بترجمه الحياه، لانه ترجمه الحياه أجمل في هذه الآية. بطرس الأولى خمسة ثلاثة بطرس بيناشد الأعضاء، مش بيناشد الخدام. رسالة بطرس كانت للأعضاء. ارعوا قطيع يهوى الذي بينكم، ارعوا قطيع يهوى الذي إيه بينكم، كحراس له، لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع. هذا الرجل أمامي، هذا الرجل مش خادم، يعني مش كنيسة بتدعمه، هو بيتطوع كرم، بيتطوع بيدي العمل، مش لأنه هو ملزم، هو متطوع. هنا الرسول بطرس بيقول يجب أن ترعوا القطيع لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع، كما يريد يهوى. يهوى عاوز متطوعين يا احبائي. الكنائس مليانه خدام ماجورين. خدام ايه؟ ماجورين. الخادم الماجور ما يقدرش يخرج عن حدود الخطوط الحمراء اللي مسموح بها. ده انا الكنيسه التي كنت انتمي اليها ما بتقاد بما يسمى المجمع العام يدي لمدة سنة قدام رؤوس الأقلام والمواضيع التي يتم الوعظ بها من على المنبر. ما تقدرش أنت تتكلم بمزاجك لأن الروح القدس النهاردة ألهمك أنه تقول عن موضوع حاجة أو تسد يحتاج حد. لا، أنت لازم تتكلم بس اللي مسموح لك أن تتكلمه به. ليه سبنا هذه الكنائس؟ لأنه إحنا عاوزين نقاد من الروح القدس، مش نقاد من مجمع عام. طيب، ارعوا قطيع يهوى الذي بينكم كحراس له، لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع كما يريد يهوى، ولا رغبة في الربح الدنيء. أنت بتحافظ كخادم على مركزك وعلى وظيفتك في سبيل الأجر. لا، يهوى عاوز متطوعين. ولا رغبة في الربح الدنيء بل رغبة في الخدمة. والخدمة بإيه؟ بنشاط. الآية دي جميلة، إنه العبد الأمين يعمل بنشاط، لأنه هو بيعمل بإرشاد من روح يهوى القدوس، ويهوى بيدور على ناس متطوعين تعمل بنشاط. أشكر إلهي من أجل هذه الأمثلة. يجب أن تكون مستعد أن تذهب إلى أي مكان يريدك المسيح أن تذهب إليه، أي مكان. طيب افتح معايا لوقا 22:33. بطرس الجميل قال إيه للسيد المسيح؟
اللي فيها أظهر استعداده أن يروح مع السيد المسيح أينما كان. ما حدش ضرب بطرس على إيده وقال له تقول هذا الكلام. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. حتى إلى السجن وإلى الإيه؟ وإلى الموت. وبعدين برضو العبد الأمين اللي مش عاوز يبقى عبد رديء، مش بس يدي الطعام في حينه ولكن يكون مستعد للإجابة عن أي سؤال، مستعد للإجابة عن أي سؤال. بطرس الأولى 3:15، افتح معايا بطرس الأولى 3:15. بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وإيه؟ وخوف. بوداعة وخوف. ده العبد الأمين، العبد الأمين اللي بيدي الطعام في إيه؟ في حينه. بعدين لازم نكون مستعدين، إذا ما كناش عايزين نبقى عبيد أردياء أو عبيد أشرار، لازم نبقى مستعدين إنه إيه؟ أن نبشر في كل حين، أن نبشر في كل حين. وأنا عاوز أقول حاجة، أنا أصلي ليهوه أن يجعلنا كلنا مبشرين، يجعلنا كلنا مبشرين. طبعا هو دعانا أن نكون مبشرين، ولكن نبشر في صورة خاصة لمن نمنع من التبشير. أنت عارف في الدول الإسلامية كلمة تبشير كأنك بتحط العلم الأحمر أمام الثور. كلمة تبشير دي محرمة، ممنوع عليك أن تبشر، ممنوع عليك أن تبشر. أنا آسف، أنا عاوز أقول لإخوتي في كل الدول العربية، أنا مبشر أساساً أولاً وأخيراً. أنا مبشر، مبشر بتكليف من مين؟ بتكليف من اللي خلقك. أنت عاوز تمنعني عن أن أنفذ تعليمات اللي خلقك؟ اللي خلقك وخلقني بيقول لي بشر. ببشر بإيه؟ ببشر ببشرة خاصة أو بشرة سراء، وهي الحياة الأبدية. مين النهاردة؟ مين النهاردة؟ بدءا من رئيس الجمهورية، مرورا لآخر شرطي في وزارة الداخلية، ما يتمناش الحصول على الحياة الأبدية. مين؟ بس إذا كان رجال الدين المسيحي اليوم من الارتداد بمكان ومن الجبن بمكان، بحيث ما شرحوش حقيقة وروعة وجدية فرصة الحياة الأبدية للآخرين، يبقى هم ذنبهم على جنبهم. لكن احنا علينا مسؤولية، لأنه لازلت أقول مفيش أي مسؤول النهاردة يرفض فرصة فهم الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية أنت بتديله أكبر خدمة، بتديله فرصة الحصول على حياة أبدية. هو يجي يقول لك ممنوع التبشير، قل له أنا ببشرك بحاجة أنت في أشد الاحتياج إليها، سواء كنت رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزير داخلية، وزير خارجية، أنت محتاج حياة أبدية. طب مين اللي هيدي لك الحياة الأبدية؟ تودروس مش هيديها، سامح موريس مش هيديها، كل رجال الدين السبتيين والإنجليين والكاثوليك والبروتستانت تراجعوا عن هذه المهمة، مش بيشرحوا إيه هي الحياة الأبدية، إيه هو الإيمان بالموت الكفاري للسيد المسيح، كيف أحصل على الحياة الأبدية في العصر القادم، كيف؟ ما فيش حد شرح هذه الأمور. يبقى المهمة تقع على كرم، تقع على توماس، تقع على ناني، تقع على جلال، تقع علينا كلنا أنه نشرح للآخرين. يا جماعة ما تقدرش تيجي تقول لي أحرمك من فرصة فهم الحياة الأبدية، أنت عاوزني أسكت ما تديش تبشير، يبقى أنا بضربك. هنا العبد الذي لا يعطي الطعام في حينه هو بيعمل إيه؟ بيضرب الآخرين. أنا مش عاوز، أنا لا أتجرأ أضرب أي حد، أنا عاوز الكل يخلص ويعرف الحياة الأبدية، بس ما حدش هيقدر يسكتني عن إعطاء بشارة الخلاص التي تتبلور في الموت الكفاري للسيد المسيح. من غير ما نؤمن بالموت الكفاري للسيد المسيح لن نحصل على الخلود. أنت عاوز يا سيدي الملك، يا سيدي الوزير، أنت عاوز تحصل على الخلود، يبقى لازم تفهم موضوع مهم، وهو الموت الكفاري للسيد المسيح. الموت الكفاري للسيد المسيح. فلازم نكون إحنا دايما مستعدين للتبشير. وعاوز أسمع مين النهاردة من الخدام بيبشر،
بيبشر المسلم كإنسان محتاج للأبدية، بيبشر اليهودي كإنسان محتاج للأبدية، بيبشر المسيحي كإنسان محتاج للأبدية. لأن المسيحيين النهاردة ضحايا، ضحايا رجال الدين المرتدين، ضحايا الباباوات اللي هم تقاعسوا تقاعس كامل أمام إعطاء البشارة. بولس يقول إيه في رومية 1:15، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم. بولس في روما، في روما في معقل أكبر سلطة استبدادية في ذلك الوقت، يقول أنا مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية. إيه ده؟ بولس كان يخاف يقول أنا مستعد أبشركم بإله مخالف للإله اللي بيؤمنوا به أو بالآلهة اللي بتؤمن بها الرومان الوثنيين. لا، بولس يقول لك أنا مستعد أن أبشركم في روميا، أبشركم في روميا. مين النهاردة يقف من رجال الدين النهارده؟ رجال الدين اللي أنا عندي خصومة معهم، عندي خصومة معهم لأن هم سبب ضياع مش بس المسيحيين، سبب ضياع الإسلام، سبب ضياع اليهود، لأن رجال الدين تخاذلوا وخانوا يهوى وأعطوا ظهورهم ليهوى. مين النهارده من رجال الدين يقف يقول أنا عندي بشرة خاصة، أنا عاوز أبشركم أنتوا، أنتوا الإسلام، أنتوا المسيحيين، أنتوا اليهود، أنتوا الوثن، أنتوا كذا، أنا عاوز أبشركم ببشرة خلاص، ويكون عندهم شجاعة مين؟ بولس. وكذلك فبكل ما لدي أنا في غاية الشوق أن أبشر بالإنجيل. أحبائي، بولس بيقول أنا في غاية الشوق أن أبشر بالإيه؟ بالإنجيل. فين الخادم ده المسيحي اللي النهاردة اللي يقف على المنبر يقول أنا في غاية الشوق أن أبشر بالإنجيل أيضا بينكم، أنتم الذين في روما، أنتم الذين في السعودية، أنتم الذين في اليمن، أنتم الذين في الجزائر، أنتم الذين في تونس، أنتم الذين في مصر، أنا مستعد أن أبشر بالإنجيل. أينما يوجد بشر فهناك من يحتاج إلى الإنجيل، أينما يوجد بشر. بس يقف هذا التوادروس الجبان والبابوات الروما ورجال الدين المسيحي ويكونوا مستحين مكسوفين خجلانين يتكلموا بالإنجيل الحقيقي لإلا يجرحوا مشاعر الآخرين. نعم، تجرح مشاعر الآخرين لما أنت بتديله فرصة الحياة الأبدية، يبقى أنت بتجرح مشاعر الآخرين يا أيها الخائن. أحبائي، يجب أن نكون مستعدين لكل عمل صالح، مستعدين لكل عمل صالح. تيتوس 3:1، كونوا مستعدين لكل عمل صالح. يبقى مفيش حاجة أصلح، مفيش حاجة أصلح من إيه؟ مفيش حاجة أصلح من إعطاء، من إعطاء الحق الإلهي في حينه، من إعطاء الطعام الروحي في إيه؟ في حينه. بعدين هنا نقطة مهمة جداً لازم نكون مستعدين فيها وتكلمنا فيها في فترة الصلاة، وهي أن نكون مستعدين لدرس أي نور جديد، مستعدين لدرس أي نور جديد وقبوله إن كان متفقا مع صحيح الكتاب. مين المثل الرائع الساطع في الكتاب المقدس اللي بولس اختبره ويدينا فكرة جميلة عن الناس اللي كان عندها محبة الحق؟ أهل برية، أهل برية. قالهم بولس، شخصية كانت نكرة بالنسبة لهم، ما عمرهمش استمعوا إلى بولس، سمعوا عن بولس لكن لم يستمعوا إلى بولس، وسمعوا عن بولس حاجات ما كانتش مريحة، لأن اليهود فين ما كانوا يروحوا أو فين ما كان يروح بولس قبل ما يروح في مكان يسبقوا اليهود ويشوهوا الصورة عن إيه؟ عن بولس، ويحذروا الكنائس من فتح الكنائس. زي الكنيسة التي كنت أنتمي إليها، الكنيسة التي كنت أنتمي إليها عندها قائمة سوداء بأسماء أناس بعينهم خدام، بس خدام تركوا الكنيسة وأصبحوا يعملوا يعني كمستقلين. ممنوع هذه الأسماء تقف على المنبر، ممنوع. يا أحبائي، دي كانت واحدة من عديد من الخطايا اللي خلتني أنسحب من الكنيسة، إنه إزاي أنت تعمل قائمة سوداء إنه هؤلاء الناس مستحيل يقف على المنبر لأنه تعليمهم مخالفة لتعليم إيه؟ لتعليم المجمع العام، القيادة الكنسية. بينما أهل برية ما كانوش خيابة زي الأدفنت السبتيين اللي هم يعملوا قائمة سوداء، ممنوع فلان الفلان يطلع على المنبر، ممنوع فلان فلان. أنا اختبرت هذا، أنا كان في قس سبتي،
لكن كان مستقل، كان مستقل. ولما أنا جيت إلى الحق أو يعني كنت فترة مرتد ورجعت على الحق، يعني دعيته يجي مصر، دعيته يجي مصر، هو كان في أمريكا ودعيته يجي مصر، وكنت فرحان جدا. كلمت رئيس الطائفة وقلت له فلان الفلاني جاي ويحب ياخد فرصة الكلمة والشهادة على منبركم. كانت الصدمة، قال لي طيب اديني 24 ساعة عشان وديني اسمه وعشان ارجع اشوف هل مسموح لي ان يقف على المنبر ولا لا. قلت له ده كان احد قادة الكنيسة، احد قادة الكنيسة. قال لي بس احنا عندنا لستة لازم يكون اسمه مش في اللستة. جالي تاني يوم اتصل بي وقال لي لا اسمه موجود في اللستة، انا بعتذر. انا بعديها بفترة قصيرة سبت هذه الكنيسة، لان ايه ده، انت احد الخدام بس لمجرد انه عنده مواقف تعليمية، مش مواقف ادارية ولا مواقف شغل، مواقف كتابية مختلفة عن مواقف قادة الكنيسة. لا ده ممنوع يطلع على المنبر، يبقى هذه كنائس بتدار من روح يهوى ولا بتدار من الشيطان اللي عاوز يمنع النور من وصوله الى الايه، الى الاعضاء. اهل برية عملوا ايه؟ اهل البرية الجمال قالوا بولس انت عاوز تاخد المنبر، تعال امسك المنبر، بس على شرط كن عارف يا بولس ان انت كل حاجة هتقولها هنرجع بالليل بعد ما تمشي، هنروح بيوتنا وندرس اللي انت قلته ونقارنه بالكتاب، اذا طلع وفقا للكتاب هنعمل ايه؟ هنؤمن بيه، طلع مش بحسب الكتاب مش هندي لك الفرصة تانية. وكان هؤلاء أعمال 17-11، وده اللي أتمناه لكل إنسان أن يكون بيري الفكر. وكان هؤلاء يعني أهل برية أشرف من الذين في تسالونيك، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، قبلوا الكلمة بكل نشاط، فحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ هل اللي بيقوله بولس مظبوط ويتطابق مع صحيح الكتاب ولا بولس بيتكلم من مزاجه؟ يقول لك ايه، فبعد ما درسوا لقوا انه مطابق فيقول لك ايه، فامنوا. بعد ما درسوا وشافوا انه كلام بولس مطابق لكلام الكتاب امنوا. عشان كده لازم ان نكون ايه، عبيد مستعدين دائما لقبول اي نور ايه جديد متفق مع الكتاب. يبقى ده العبد الأمين والعبد الشرير. شفنا هذا المثل، شفنا هذا المثل في قصة متى 24. عاوز أقول المثل الثاني للعبد الشرير موجود في لوقا 19. لوقا 19 يعني ده المثل المفضل لي، وكل ما زي ما يقول أخي عماد كل ما نقرأ هذا المثل أو أي حاجة في الكتاب نجد الكثير والكثير من المعاني الجديدة. هرى هذا المثل في اللي هو لوقا 19 بدءا من عدد 11. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت يهوى عتيد أن يظهر في الحال. فداهم المسيح هذا المثل فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. هنا سيد المسيح بيتكلم على بلاط، عن مين؟ على نفسه. هيذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ الملك وإيه؟ ويرجع. طيب، فدعا 10 عبيد له. رقم 10 يرمز إلى إيه؟ الكل، رقم كلي، يعني دعا كل عبيده اللي هم إيه، بيقولوا إحنا ننتسب إليك، إحنا يا سيد المسيح إحنا أتباعك. طيب دعاهم وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. طيب الأمناء يعني 10 أمناء يعني 10 وزنات، يعني بمعنى آخر كل أتباع السيد المسيح أعطوا نفس القدر من الإيه؟ من الوزنات، أو نفس المقدار من المال، نفس المقدار. ما اداش واحد مثلا 3 وواحد 2. وهنا دي اللي تقولي
انه انا كتابع للمسيح وانت كتابع للمسيح اعطينا كل واحد وزنه، كل واحد وزنه. والسيد المسيح قال نتاجر بيها اثناء ما هو ايه، اثناء ما هو في فوق، اثناء ما هو رايح ياخد الملك. طب يتاجر فيها لحساب مين؟ مين اللي ادالك الوزنه؟ السيد المسيح ادالك الوزنه. يعني لما يقول لك تتاجر فيها معناها بتتاجر فيها لحساب مين؟ لحسابه هو، لفايدته هو، لانه هو صاحب الوزنه وهو اللي كلفك وادالك الوزنه اللي عندك عشان تتاجر فيها، تتاجر فيها عشان تستخدمها لحد ما ايه، لحد ما يرجع. واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه، فارسلوا وراءه سفاره قائلين لا نريد ان هذا يملك علينا. ولما رجع، شوفوه ها رجع، رجع عشان اللي يجي يقولوا لي ان الملك الالفي هيكون في السماء، طب ما هو راح على السماء ولازم يرجع، لازم. المهم، ولما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضه ليعرف بما تاجر كل واحد. تعالوا بقى، انا اديتكم كلكم وزنات متساويه، انا اديتكم وزنات متساويه وطلبت منكم انه تشغلوها لحسابي، لحسابي وانا مسافر. طب انا رجعت بقى، يلا تعال كل واحد عاوز احاسبه. فجاء الاول، عدد 16، فجاء الاول قائلا يا سيد مناك ربح 10 امناء. انت اديتني وزنه، ادي 10 وزنات، انا برجع لك، برجعهم لك 10. يبقى ده تاجر متاجرة جميلة ومتاجرة رائعة ولا متاجرة بسيطة؟ ده تاجر متاجرة رائعة جدا، يعني خد حاجة وشغلها لحساب السيد المسيح وكأنما كسب له 10 أشخاص، كسب له 10 أشخاص للمملكة، للمملكة يهوى الأبدية. فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل، أنا اديتك وزنة واحدة حاجة قليلة، فليكن لك سلطان على 10 مدن، أنا هخليك أنت حاكم على 10 مدن في مملكتي في الملك الألفي، في الملك الإيه؟ الألفي. طيب، ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عامل 5 أمناء، كان برضو تاجر شغلها بس على قدر ما قدر كسب 5 نفوس مثلا للإيه؟ للحق. فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا يا سيد هو زمناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له من فمك أدينك أيها العبد الشرير. يبقى مين هو العبد الشرير في هذه الحالة؟ هو الإنسان اللي أعطي وزنة عشان يتاجر بيها من أجل السيد المسيح ومن أجل مملكة يهوى على الأرض، وهذا الإنسان عمل إيه؟ طبعا أنا بأي حق هو يخليني أشتغل لحسابه؟ أنا مش عاوز أشتغل لحسابه، انا مش عاوز اشتغل لحسابه. الوزنه اللي ادهاني اهي هنا انا راكنها، انا هشتغل لحسابي. انا ازاي هو باي اماره، باي اماره لانه هو ملك واداني وزنه، باي اماره وباي حق يجي يقول لي انه انا لازم اشتغل لحسابه؟ انا مش عاوز اشتغل لحسابه، انا مش هسرق من حاجته، لكن انا عاوز اشتغل لنفسي، انا اشتغل لنفسي. احبائي، اي انسان، اي انسان يكون في هذا الموقف انه يفضل يشتغل لنفسه عن ان يشتغل ليهوى فهو عبد ايه؟ عبد شرير. لانه انت الموهبه الاساسيه اللي اخذتها سواء كانت كذا سواء كانت كذا سواء كانت كذا دي مش ملكك، انت اعطيت هذه الموهبه عشان تتاجر بيها لحساب مين؟ لحساب الملك اللي هيرجع بعد ما ياخد الملك. اذا انا شغلتها لنفسي ولحسابي معناها انه انا
سبت الوزنة بتاعته وابتديت أدور على إيه؟ مصلحة. أنا مش عاوز أشتغله، أنا مش عاوز أشتغل لهذا الملك اللي هو أمرني إنه أتاجر لمصلحته. أنا مش عاوز أستخدم أي موهبة الدهاني السيد المسيح لمجد اسمه. عشان كده أحبائي عاوز أدي أمثلة ساطعة لعبيد أردياء. لم واحد لم يهوى يدي واحد موهبة الرياضة، يدي له جسد قوي ويدي له بنية قوية ويدي له صحة قوية ويستخدم هذا الإنسان كل هذه الوزنات لمجده الشخصي. يبقى هو عبد أمين ولا عبد رديء؟ عبد رديء شرير. استخدم المواهب الجسدية اللي ادها له يهوى بدل ما يتاجر بيها ويقود بالصحة التي عنده آخرين لمجد يهوى أو لمملكة يهوى، هو بيتاجر لحسابه. هو ساب الوزنات دي وما شغلهاش لحساب يهوى، إنما شغلها لحسابه الخاص. لما أنت تكون عندك قدرة على الإدارة، عندك قدرة على الإدارة وإداك يهوى هذه الموهبة زي اللي كانت عند يربعام. يربعام كان عنده قدرة على الإيه؟ على الإدارة. لما إداله سليمان مشاريع بناء مسكها وسيطر عليها تماما وأظهر براعة جدا في القدرة على الإدارة. طيب لما أنت يهوى يدي لك هذه القدرة وتيجي تقول أنا عاوز أستخدم هذه القدرة للمكاسب المالية لشخصي وليس لعمل يهوى لمجد يهوى، يبقى أنت كده أصبحت عامل إيه؟ رديء ولا عامل أمين؟ عامل شرير وعامل رديء. يعني في أي مرة أستخدم أي موهبة عندي، أي موهبة عندي فقط لمجدي الشخصي ولكسبي الشخصي، فأنا كده أصبحت عامل عبد شرير. ولما أجي أقول ليهوى أنت بأي حق تطلب مني أن أعمل لحسابك؟ أنا عاوز أعمل لحسابي أنا. في كل مرة أي شاب يختار الخدمة الشخصية والمنفعة الشخصية على حساب المتاجرة لحساب يهوى ولحساب يهوشوا، فهو بيصنف نفسه كعامل شرير. أحبائي ياما شفت أناس أعطوا مواهب وبدل ما يستخدموها لمجد يهوى استخدموها لإيه؟ للكسب المالي. بيجي يقارن حاله ما بين إنسان قرر إنه يكرس مواهبه لكسب الكسب النفوس للمتاجرة لمصلحة يهوى، ويقارن حاله إنه أنا لا، أنا أغنى دلوقتي وعندي العربية وعندي البيت وعندي الزوجة وعندي الأولاد وعندي حساب بنكي، وشوف زميلي اللي هو اختار خدمة يهوى يدوبك على الكفاف. مين في الاثنين العبد الشرير؟ هو اللي دور على ايه؟ على مصلحة نفسه. أحبائي ليه أنا اخترت عنوان النهاردة كيف تصبح عبدا شريرا؟ لأن عاوز أنبه أخوتي وأخواتي اللي قد تكون عندهم محبة الحق، بس محبة الحق لوحدها مش كفاية. محبة الحق ممكن تبقى هواية، ممكن تبقى إيه؟ هواية. لكن ماذا تعمل بالوزنة التي أنت أؤتمنت عليها؟ هل بتتاجر بيها لحسابك ولا بتتاجر بيها لحساب مين؟ حساب يهوى. الحاجة اللي أنا عاوز أصرخ بصوت عالي، محبة الحق من غير المتاجرة لحساب يهوى أو يهوشوا هتبقى محبة الحق كهواية. يعني أنا هاوي الحاجات المستقيمة، أنا هاوي إنه تعليم يبقى صحيح، أنا هاوي إنه ما تبناش أي عقيدة بشرية، دي هواية.
امتى يثبت انه هذه الهوايه هوايه من عند يهوه؟ لمن اتاجر بكل ما اعطيت من مواهب ومن وزنات لحساب مين؟ لحساب يهوه. اذا انا كده بتاجر ومع محبه الحق، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده ماشي بما يرضي يهوه، ولما يرجع هيمسكني مدن بقدر ما انا كنت امين. احبائي، الموضوع مش لانه احنا كاولاد يهوه عاوزين نملك، احنا بالنسبه لنا كاولاد يهوه مجرد انه نحصل على الخلود، نحصل على الخلود ونعيش في اورشليم السماويه التي ستستقر على الارض الى ابد الابدين، ويكون عندنا حق التناول من شجره الحياه اللي هتدي كل شهر ثمره جديده، كل راس شهر ثمره جديده، وانه اكون في صحبه بطرس وبولس دي في حد ذاته هي النعيم بعينه. ولكن يهوه ويهوشوا بيقولوا لنا انه اذا انتوا تجرتوا بالوزنات، تجرتوا بالوزنات اللي انا اديها لكم لصالحي، انا هعتمد عليكم اكثر في حكم الامم لمده ايه؟ 1000 سنه. كانما انت بتقول يهوه أنا مش حبا إنه أحكم على 10 مدن أو 3 مدن أو 5 مدن، أنا حبا في إن أكون ذا فائدة ليك في هذه الفترة. لأنه يهوشوا هيكون فين؟ في أورشليم الأرضية أو السماوية المنشأ، بس مستقرة على الأرض. ويهوشوا هيعمل إيه؟ هيقول كرم، انت كنت امين في القليل فاقيمك على الكثير، امسك لي الجزء ده، علمهم وصاياي، انت هتبقى الكاهن، علم وديرهم ومشي قانون يهوه. هيعمل لتومس كده، هيعمل لعماد كده، يعني هيوزع اولاده اللي هم كانوا بيتاجروا بامانه في الوزنات التي اعطينا اياها. ويا ويل، وانا بتكلم على نفسي واتكلم على حضراتكم، يا ويل اللي يعطى مواهب ووزنات ويتاجر بها لحسابه وليس لحساب مين؟ يا ويل، لانه انت كده بتصنف نفسك عبد شرير، حتى وان كان عندك محبه الحق، حتى وان كان عندك محبه الحق، اذا لم تتاجر من اجل صاحب الوزنه ولصالح صاحب الوزنه، يبقى انت كده ايه؟ مش هتصنف كعبد ايه؟ امين. طيب، يبقى دي الطريقة الثانية. الطريقة الأولى إنه كيف أصبح عبد شرير، إنه ما اديش الطعام الروحي في إيه؟ في حينه للناس. الطريقة الثانية إنه ما أتجرش بأي حاجة ادهاني السيد المسيح لصالحه، وإنما أخذ الوزنات بتاعت السيد المسيح واركنها وأقول له لا، أنا مش عاوز أشتغل لك، أنا مش عاوز أشتغل لك، أنا ما أحبش أشتغل لك، أنا عاوز أشتغل لنفسي. أنا بدور إيه؟ كل ما يفيدني ويفيد أسرتي ويفيد عيلتي ويفيد أقاربي ويفيد أحبابي ويشبع غروري ويشبع غروري. أنا لا، أنا عاوز أشتغل لنفسي ومش عاوز أشتغل. طيب، الطريقة الثالثة بقى اللي بيها تصبح أنت عبد شرير، في طريقة سهلة كمان تصبح بيها عبد شرير إذا أردت، افتح معايا متى 18. هذه القصة الجميلة، هذه القصة الإيه؟ الجميلة. دي طريقة سريعة نتحول بها إلى عبد شرير أشرار، من متى ايه؟ 18 من عدد 21. حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ اليك اخي وانا اغفر له؟ هل الى 7 مرات؟ فقال له يهوشوا لا اقول لك الى 7 مرات، بل الى 70 مرة 7 مرات. وبعدين اداهم بقى مثل، لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده. يا جمال هذا الإنسان الملك. حلو لما السيد المسيح يتكلم عن نفسه بصفة غير أو بصيغة غير مباشرة. وإذ لم أوكي، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة. 10,000 وزنة. احنا قلنا إنه الوزنة هي كانت أكبر وحدة وزن في وقت الرومان، وقت السيد المسيح أكبر وحدة للوزن اللي هي 35 كيلو. يعني احنا عندنا دلوقتي في الموازين الإلكترونية ممكن نوزن 100 كيلو 1000 كيلو، وبعدين تقدر توزن
لوري يعني ما فيش حدود. بس في وقت المسيح اكبر وحده وزن كانت الوزنه 35 كيلو، 35 كيلو، والوزنه كانت عاده هي تبقى 35 كيلو فضه او 35 كيلو كيلو ذهب. وال10000 كان اكبر رقم في عند الرومان، اكبر رقم عند الرومان، يعني الرومان اخرهم 10000. يعني احنا النهارده عندنا تريليون بفضل البنوك المركزيه المجرمه، وبفضل انه دلوقتي طبع الاموال اصبح الكتروني، فما فيش مشكله تضيف اصفار. زمان ما كانش كده، زمان لازم تسكها، يعني لازم العمله تبقى حاجه ملموسه وتتسك. فكان اكبر رقم عند اليونان اكبر رقم 10000، واكبر وحده وزن هي 35. فواحد طلع مديون بايه؟ ب 10000 وزن. واحنا شفنا في درس سابق انه ال 10000 وزنه او الوزنه الواحده فيها 6000 دينار، واجره العامل 6 دينار في اليوم، دينار في اليوم. فكانما الوزنه تكفي لسداد اجره 6000 عامل يعملوا في الايه في مزرعه. يعني الوزنه دي مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. بس الاخينا ده كان مديون بكام؟ ب 10000 وزنه، يعني ما يكفي لسد اجور 6000 عامل طول عمرهم العملي، او طول عمرهم العملي اللي هو 40 سنه. يعني 40 سنه تقعد تدفع اجور 6000 عامل، يعني مبلغ كبير ولا مش مبلغ كبير؟ يعني بلغه النهارده هي مليارات، بلغه النهارده ايه مليارات من الدولارات، ولا اقول من الجنيهات او من الروبيات، لا من الدولارات. طيب، وإذ لم يكن، عدد 25، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. في وقت الرومان كان في عندهم قانون يجيز إنه المديون عشان يحفزوه إنه يسدد اللي عليه يروح واخدينه هو وعيلته وحبسنه. طب واحد يقول طب هما يستفادوا إيه؟ يستفادوا جدا، أقاربه أحبابه أصدقائه يضطروا إيه يلموا الفلوس عشان إيه يخرجوه من الإيه من 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 السجن. عدد 26، فخر العبد وسجد له قالا يا سيد تمهل علي فأفيك الجميع. هذا العبد كان كذاب. أنت إزاي هتقدر توفي 10000 وزنة؟ إذا قلنا 10000 وزنة هي قيمة أجور 6000 عامل لمدة 40 سنة، هو يعني في حد ذاته كان كاذب. قال له تمهل علي فأفيك الجميع، يعني سيبني بس شوية، سيبني شوية وأنا هسدد لك الإيه الدين. عدد 27، دي كلمة، أول كلمة في 27 كلمة أساسية لازم نحط تحتها 60 سطر. فتحنن، تحنن سيد ذلك العبد، ما دخلش معاه في جدال، ما قالوش مش هتقدر، ما قالوش مش هتقدر، تحنن وأطلقه وترك له الدين. طيب أنا مش عاوزك توفيه لأنك أنت، هو في قرارة قلبه أنت مش هتقدر توفيه، فهسمحك، هسمحك. سمحه كم؟ 10000 وزنة، سمحه 10000 وزنة. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له 100 دينار، 100 دينار أجرة فاعل واحد لمدة 4 شهور على أساس 25 يوم عمل. أجرة فاعل واحد لمدة 4 شهور بالمقارنة مع المبلغ اللي تسامح فيه اللي يساوي أجرة 6000 عامل، مش لمدة 4 شهور، لمدة 40 سنة. 40 سنة. فعمل إيه في هذا؟ فأمسكه وأخذه بعنقه، يعني مسكه من أفاه، المسكة اللي هي مسكة الاحتقار. لما أنت عاوز تحتقر واحد، في ناس تعتقد أنه إذا تمسكت من هنا مثلا ده احتقار، لأن أنت بتمسكه من أفاه، تعال يعني قبض قوي. أمسكه بعنقه قائلا أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قال أنت مهل علي فأوفيك الجميع. هذا العبد كان يستطيع أن يرد هذا المبلغ لأنه مبلغ صغير، يعني إذا استنى عليه مثلا 8 شهور
هيسدده له، لأن هو أجر 4 شهور يعيش بنص المبلغ والنص الثاني يحوشه، بعد 8 شهور هيسدده. فلم يرد، بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. عاوز تبقى عبد شرير؟ في طريقة سهلة جدا. عاوز تبقى عبد شرير؟ زلات أخيك، زلات أختك، زلات أختك، ما تنسهاش وافتكرها ودايما يعني تأزم منها، ودايما تكون جاهزة على لسانك، ودايما مستعد تعاتب، ودايما مستعد تخاصم، ودايما مستعد ما تنساش ما تنساش. عاوز تبقى عبد شريف؟ في طريقة واحدة سهلة جدا، ما تحتاجش تلف وتدور، ما تحتاجش تعمل مجهود، فقط نشط الذاكرة الخاصة بزلات الآخرين من نحوك، أنت بكده أصبحت عبد إيه؟ شرير، ما فيهاش مجهود. لمن السيد الإله يسامحنا عن خطايا العمر كلها الماضية والحاضرة والمستقبلة، ونيجي إحنا البشر المعفنين، لما يخطئ إلينا إنسان آخر مستحيل ننسى ومستحيل نسامح ومستحيل نمحوها من عقولنا. أنا كده بقول ليهوه أنا عبد شرير على درجة سنج، يعني على درجة أولى، أنا عبد شرير ومش ناوي أنسى ومش ناوي أسامح ودايما جاهز للمعاتبة. يبقى أنت أصبحت كده إيه؟ عبد شرير. أحبائي، ليه نكون عبيد شرير وإحنا إلهنا شوفوا في ميخا إلهنا يتوصف إزاي؟ عاوزين نبقى زي إلهنا ولا زي هذا العبد الشرير؟ ميخا سبعة آية تدوب القلب، آية عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثي لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يصر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس أسامنا، بيدوسها تحت رجليه وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. مش أحسن نتمثل بيهوى ولا نتمثل بالشيطان اللي مينساش سيئات أي حد لأي حد؟ أحبائي، قدمت ليكم 3 طرق سريعة بها نصبح عبيد أشرار. هل ننوي أن نكون عبيد أشرار ولا العكس؟ أصلي لي وليكم أن نكون عبيد أمناء وليس عبيد أشرار. آمين.